صباح الشباب والحماس والطاقة الإيجابية، ولسه مكملين مع حضراتكم فكرة تنمية الشباب إلى الجهود العالمية للشباب الآخرين والبالغين والمجتمع والحكومة والمدارس لتحقيق الفرص للشباب لتعزيز مصالحهم ومهاراتهم وقدراتهم. وتعتبر تنمية الشباب بمثابة العملية التي يكتسب منها شباب المعرفة الاجتماعية والمهارات والقدرات العاطفية التي يتطلبها عبر الحياة. وقد كانت مصر رائدة في هذه الفكرة من خلال المؤتمرات الدورية للشباب التي كللت بفكرة منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بدءا من الغد. نتكلم حولين فكرة تنمية الشباب. معانا في الاستوديو أمل رضوان، خبيرة التنمية البشرية. يسعد صباحك استاذة. اهلا بيكم صباحك. عايز اقول لك يا اسماء ان انا كنا بنتكلم مع استاذة أمل، كنا بننم عليك. ليه؟ بيقول انت مركز اشعاع الطاقة الايجابية في القناة. ايه موضوع الطاقه الايجابيه استاذه امل والتنميه بشكل عام وربطها بالطاقه الايجابيه قبل ما نتكلم بشكل اكثر تحديدا عن تنميه الشباب؟ يعني هو انا لو جيت قلت تعبير بسيط قوي، يعني ايه طاقه ايجابيه؟ هي ثوره جوه الانسان نفسه، بتبدا من الانسان بتدفعه لتحقيق اهدافه، للنجاح، للتغيير اي عادات سلبيه في حياته، لتغيير حياته للافضل، وبتمشي على كل جوانب حياته مش جانب دون جانب. يعني الجوانب الحياتيه الشخصيه والعمليه والمهنيه والاجتماعيه والاسريه، كل جوانب حياته بيبتدي ان هو طاقه جواه يعني بتدفعه للامام عشان يحقق ده. طبعا الطاقة دي بتعتمد على علم ومعرفة مش بس رغبة، يعني لازم ده بيصحبها ده، يعني الرغبة والإرادة والقدرة على تحمل المسؤولية مع علم ومعرفة واستعانة بخبرات الآخرين. بالتأكيد الطاقات دي بتدفع الإنسان لتغيير مش بس نفسه، لا تغيير مجتمعه وبناء مجتمعه، وإحنا محتاجين ده. ويمكن لو جيت بقى اتكلمت على فكرة التنمية، يعني في محورين أساسيين، في حاجات داخلية من جوه الإنسان نفسه، وفي عوامل خارجية اللي هي من المجتمع والمؤسسات والأسرة والمدرسة والإعلام والدراما والمؤسسات الإعلامية كلها والمؤسسات الدينية كلها بتتكامل. كلها بتتكامل عشان تعمل إنسان مبدع ومبتكر، مش بس شخص تقليدي. يعني فكرة الإبداع دي احنا بنبدأ تنميتها من الطفل صغير، ان احنا ازاي نخليه شخص غير تقليدي. ده اول حاجة بالقدوة، زي ما بيقولوا كده بيفكر برا الصندوق. ده حقيقي، اللي هو هي فكرة الإبداع هي التخيل اللي قايم على إطلاق العنان للخيال وللفكر، إن أنا أفكر أفكار غير تقليدية توصل لي لنتائج غير تقليدية بناءة وهادفة، وطبعا جنبا إلى جنب مع العلم والمعرفة طبعا. فدي بتبدأ إن أنا في قدوة عندي بتديني ده، أنا شايف حد قدامي أكتف قوي، نشيط في حياته، عنده أهداف، عنده رؤية مخططة منظمة، عنده قدرة على التحليل، ودي نقطة مهمة جدا، فكرة ان هو يقدر يحلل الواقع المحيط بيه عشان ان هو يستخرج منه معطيات تديله نتائج معينة. وهي فكرة حتى الابداع دايما بنقول ان احنا اوقات بنعرفها انها التفكير بالمقلوب، ان انا فكرة ان انا متعود على خطوات معينة 1 2 3 بتوصلني نتيجة معينة، طب انا بغير المعطيات بتاعتي وببتدي ان انا اخد التجربة، وببتدي ان انا هلاقي نتائج مختلفة ممكن توفر لي وقت ومجهود وامكانيات كتيرة جدا، بحيث ان انا لا انا بفكر بطريقة ايجابية وبناءة مختلفة. يعني ده مفروض ان احنا بنشجع الاطفال عليه، وبعد كده بنشجع الشباب عليه. ويمكن انا عايزة اقف عند نقطة خطيرة جدا بالضبط. ومن أخطر المشاكل اللي بتواجه الناس عموما هي فكرة الفراغ. ودايما حتى بقول مقولة، فراغ العقل أخطر من فراغ الوقت. صحيح. لان فراغ العقل ده ممكن يستغل استغلال سيء، ونبتدي يتحط فيه افكار مسمومه، افكار منحرفه، افكار اجراميه، افكار ارهابيه. ولكن فكره فراغ الوقت، لو العقل ده ايجابي وبيفكر بطريقه ايجابيه، هتلاقي ان هو استثمر الفراغ اللي عنده ده في اعمال ايجابيه كتير جدا. يعني دكتوره حضرتك اتكلمتي على محورين، محور شخصي، محور داخلي الشخص نفسه، والمحور الخارجي هي البيئه المحيطه. طبعا. ايه اللي مطلوب من الشخص وايه اللي مطلوب من البيئه علشان في الاخير يخلق نموذج شاب مصري محترم مبدع مثقف قادر على التنميه، ويقدر ان هو صحيح يقدر ان هو ينمي ويخدم المجتمع اللي هو عايش فيه.
هو الشخص يعني انا هتكلم الاول على البيئه المحيطه بي، لان يعني عشان ابتدي بدايه صح انا لازم اغرس القيم الايجابيه دي في الطفل من وهو صغير. فانا هقول ان الاسره ده العمود الرئيسي في تكوين شخصيه الانسان. فانا لما بيبقى الاب والام قدوه ايجابيه بيعلموا الطفل على التنظيم والتخطيط واحترام الوقت واحترام المواعيد، فكره مهم جدا ان انا اربي الطفل بالحب والاحتواء والعاطفه، ده بيخلي جواه الطاقات الابداعيه دي تخرج، اسيبه يعبر عن نفسه. لكن فكره ان اهمال الطفل عاطفيا ده بيخليه طفل لا مبالي بالحياه، عنده مشاعر سلبيه كتيره جدا، مش حاسس بالامان اللي ممكن يخليه يطلع الطاقات الابداعيه اللي جواه. دايما اخليه يعبر عن نفسه، اديله ثقه بالنفس، اعتماد على النفس، كل الحاجات دي بتكون شخصيه ايجابيه وشخصيه بناءه. بنيجي برضو بعد كده دور المدرسة، دور مهم جدا في ان هم يشركوا الاطفال في انشطة ومهارات، يكتشفوا دور المدرس مش مجرد ان هو بيدخل يشرح كلمتين وبيخرج، لا، دور ان هو بيكتشف مهارات الطفل المختلفة، بيحتويه، بيتفهم حتى لما بيمر بأزمة، دور صحيح. المجتمع ككل، دور الاعلام ان هو بيوجه رسائل دايما ايجابية ورسائل بناءة، بيحط دايما وبيبروز الامثلة الناجحة او القدوه اللي ممكن هم يقتدوا بيها. النقطه دي تحديدا دكتوره امل، ان الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم معنا خبر، كان اصدر قرارين بشان منح عدد من المعلمين والاخصائيين الاخصائيين التعليميين يعني شهاده لصلاحيه مزاوله المهنه. احنا زي ما بنشوف ان المدرسين ممكن ما يكونوش هم اصلا مؤهلين، ودي حاجه حضرتك بتذكريها، حاجه مهمه جدا ان المدرس ازاي يكون هو اصلا مؤهل ان هو ده البيئه الحاضنه الاول للطفل. فهي مهم جدا فكره تاهيل المدرس، يعني ان هو مش بس يعني ممكن يكون طالب كان متفوق جدا وفاهم قوي الماده بس مش قادر يوصل المعلومه ومش قادر يحتوي الطفل ومش قادر يقدم نموذج ايجابي. فمهم جدا يبقى في دايما تاهيل المدرسين دول ودورات تدريبيه اللي دايما، واختبارات نفسيه دي مهمه جدا ان هو فعلا ياهله ان هو يكون مدرس، لان ده بيساهم بشكل كبير جدا في خلق جيل هو اللي هيبني المجتمع فيما بعد. وجيت برضو اتكلمت على دور الاعلام وهو دور مهم قوي، فكره ان انا اعمل برامج موجهه للشباب بتخاطب عقل الشباب وتخاطب اسلوبه وطريقته. يمكن الشباب كتير من الشباب بتلاقيه ان هو عازف شويه عن التلفزيون وبيستسهل اليوتيوب والبرامج السريعه والحاجات القصيره، فانا فهمت ان الشاب هو محتاج رساله قصيره، مفيش داعي للبرامج، انا بديله الرساله القصيره المضمون اللي هو عايزه، لان هو عايز حاجه تيكاوي سريعه، فانا بقدم له حاجه بتخاطب عقليته مناسبه لسنه هو بيشارك فيها. دايما اسمع ارائهم عشان اقدر اطلع منها بالحاجه المناسبه ليهم. لو جيت برضو اتكلمت على دور الدراما، دور مهم واساسي وجوهري جدا، لان العقل الباطن بتاعنا بينفعل لا اراديا وبيتاثر. اعتقد احنا لنا هنا وقفه على رئيس كفايه بلوره يعني. الشخصيه يعني اعتقد زي بيقولوا كده الفتوه والكفايه بقى بلوره للشخصيات دي، ونبتدي شويه نتجه للشخصيات زي اللي احنا بنشوفها بقى اللي بتعدي في مؤتمرات الشباب دلوقتي. زي ما ذكرنا كنا من شويه ياسين الزغبي كان معانا، كمان ضابط الساقه رجله كانت مبتوره وطالع بكل ابتسامه امل وشجاعه غريبه كده، كان قاعد بيكلم الشباب وبيحمسهم وبيحفزهم، وان هو نفسه كان بيقول انا عايز انا ارجع تاني علشان اكمل حرب على الارهاب. نبروز الشخصيات دي اكتر ونقدمها اكتر للشباب. طيب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية توليه بالشباب وبطاقات الشباب، عقد مؤتمرات الشباب بشكل دوري وشهري، يسمعهم بنفسه، ياخد الأسئلة، يخاطبهم بشكل مباشر، يوجه رسائل كمان مباشرة بوجود كل مسؤولين الدولة، ومتابعة الملفات اللي بنطلع منها تقريبا بشكل قرارات في المؤتمرات. تقييمك بشكل عام للمهرجانات أو المؤتمرات الشباب، وخصوصا إن شاء الله المؤتمر اللي جاي منتدى شباب العالم. بالتأكيد هي نقطة مهمة جدا وفاصلة عند الشباب، فكرة التقدير اللي بيتقدم للشباب وان انا مهتم بيك وان انا بحفزك وبشجعك وبديلك الفرصة، دي نقطة
هايله قوي في ان انا ابني فعلا جيل يبني المجتمع. هي فكره ان انا لما بفقده الثقه بنفسه وان انا مش بهتم بيه ولا بمشاكله ولا بخليه يشارك في صنع القرار بالزبط. ده بيخليه انسان سلبي عنده فيما بعد لا مبالاه ان هو بيقضي وقته بقى بيحسس ان هو مهمش يعني فلا قيمه له، فبالتالي ان هو مش هيأدي دور ايجابي. ولكن فكره ان انا اقدر الشاب وان انا اقدر المجهود واقدر الفكر بتاعه وان انا احتضنه واحتويه وادعمه واقدم له كل السبل، مهم ان المسؤولين يسمعوا فعلا الشباب يعرفوا مشاكلهم عشان ان هم يقدروا يحطوا لهم حلول. مهم ان يبقى في شفافيه في عرض كتير من الامور، طبعا مش كل الامور، ولكن في كتير من الامور محتاج الشاب انه يفهم الوضع ايه عشان ان هو يكون شريك في صنع القرار بالزبط. وشريك في النجاح اللي هيحصل وان هو يحس فعلا بالازمات اللي بيمر بيها البلد عشان كده يكون دوره ايجابي. فهي فكره اقامه مؤتمرات او ان انا احتضن الشباب بصفه عامه وان يكون في حاجات فاعله كمان يعني زي اقول ترجمه ايجابيه للمنتديات دي. فكره ان انا اعمل لهم دورات تدريبيه مستمره مش بس للمجموعه اللي بتروح، لا ده لكل الشباب. فكره ان يبقى في ممارسه انشطه، لان زي ما اتكلمت من شويه ان مشكله الفراغ دي مشكله يعني انا بطلق عليها امن قومي، ان انا فعلا الطاقات الفظيعه اللي عند الشباب اول عدو للانسان فراغ الوقت والعقل. الطاقات دي لو ما خرجتش في حاجه ايجابيه مع الاسف هتخرج في حاجه سلبيه. وكمان فكره دكتور استاذه عفوا امل ان هي لقاء الشباب بشباب بحضارات تانية وبثقافات تانية من ثقافات العالم، الرسائل اللي احنا عايزين نجتمع عليها هي رساله السلام. ده حلو. دي يعني دي تقييمك ليها وان احنا ازاي نقدر نستثمرها في نقل صوره شباب مصر او ايه اللي ممكن يتعلمه شباب مصر يعني في التخصص الدقيق جدا في التنميه البشريه. يعني هي فكرة تبادل الثقافات وتعرف على ثقافات أخرى والاستفادة منها، إن إحنا بس مش رايحين إن إحنا نتقابل وخلاص، لأ ده إحنا رايحين إن إحنا بنستفاد ونتبادل الخبرات وبنتبادل. ومهم جدا على كل حد إن هو يقدم فعلا، زي ما هي كنت بتقول من شوية سفير لبلده صحيح. إن هو بيقدم فعلا صورة إيجابية مشرفة عن شخص إيجابي مثقف واعي عنده علم وعنده معرفة عنده احترام للوقت احترام للآخر تقبل الثقافات المختلفة. كل ده هيترجم عمليا في صورة إيجابية ان كل شاب بيخرج من المنتدى ده او حتى ان هو بيتابعه ان هو بيخرج بطاقة إيجابية فاعلة، مش مجرد ان انا حماسة ومع الوقت بتنتهي، لا انا عندي خطة انا عايز انفذها، انا عندي رؤية واضحة وان انا ابتدي ان انا اعلم الشباب دول ان هم ازاي يحطوا اهداف في حياتهم وازاي ان هم تبقى ليهم الرؤية واضحة الهدف بتاعه محدد، عارف انه في خلال مدة زمنية قد ايه هيحقق الاهداف بتاعته، ايه التولز او ايه الادوات اللي هو محتاجها عشان يحقق الهدف بيها دوت، بحيث ان هو يرسم خطه ومنهج يمشي عليه. خصوصا لما بيلاقي زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه العوامل المساعده او البيئه المحيطه، رجائي مؤسسات الدوله موجوده جنبه واخد دعم مباشر من الرئيس، الوزراء موجودين في نفس القاعات. هو ده تحديدا انا كنت عايز اتكلم فيه اسماء، ان في جهود من المؤسسه الرئاسيه، في جهود من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يدعم الشباب، ان هو يقف خلف الشباب ويزقهم لقدام. لما نيجي بقى لمؤسسات الدوله الاخرى، ازاي جهود مؤسسات الاخرى تكون ماشيه على نفس النسق على نفس السرعه بتاع ونفس القوه بتاعه التقدير اللي بيقدمه مؤسسه بتقدمه مؤسسه الرئاسه للشباب. هو مهم فعلا يبقى في ترجمه فعليه للمنتديات دي، لان انا استثمر بجد طاقات الشباب، ان احنا في فتره الاجازات الصيفيه بدل ما الشباب طول الوقت على النت وعلى التلفزيون او بيخرجوا يسهروا ممكن استثمار الطاقات دي في حاجات سلبيه، لا ان احنا بنبتدي نشغلهم بحاجات ايجابيه. يمكن انا بقول ان فكره وجود انشطه عموما وخصوصا ممارسه رياضه والحاجات دي، بس مع الاسف عشان نتكلم على ارض الواقع هي مش متاحه للبعض. يمكن في مراكز الشباب كتير من الاهالي بيخافوا يودوا اولادهم فيها لان فيها ممكن الطفل ينحرف بدل من ان هو يبني عقله وجسمه. فانا عايزه اقول ان احنا محتاجين ان احنا نعمل على غرار المستشفيات الحكوميه والمدارس الحكوميه يبقى في حاجه نادي برضو حكومي بنفس الحاجات اللي بيقدمها النوادي الكبيره اللي بتبقى صعبه. ده دور حضراتكم بقى يعني دور بقى القائمين على التنميه البشريه في مصر فعليا على الارض، بتعملوا ايه علشان تقدر توصل الرسائل بشكل مباشر للطلبه بغض النظر عن المؤتمرات والندوات والحديث المباشر، زي ما بيقولوا نطلع الطاقه اللي جواهم او نكتشف اللي جواهم ممكن نعمل ايه؟
يبقى في حاجات ان احنا بنعمل نستثمر الطاقه دي في بعض الاعمال، في بعض يعني اخليهم يشتغلوا في الاجازه، واديهم ثقه، يعني فكره ان انا ادي الشاب ده ثقه بالنفس والاعتماد عليه، مش ان انا واخداك بس مجرد ديكور. فكره ان انا بشجع على الحاجات اللي الشباب اللي بيبتدي يعملها، اللي هو الصناعات اليدويه او الحاجات دي. ويمكن هنا انا طبعا بقدر وبحترم اي شاب فكر ان هو يشتغل ويعتمد على نفسه. وانا عايزه اقول نماذج جديد، دي حاجات مش عارفه حضرتك تابعتيها معانا، نماذج كتير جدا من شباب صحيح متعلمين ومثقفين وفي الجامعات ورفضت ان هي تكون يعني بالظبط، وقررت ان هي تثور على الواقع وان هي تخلق لنفسها كارير وتبني لنفسها. والمهم ان يكون كمان غير تقليدي، يعني مش مجرد يعني، مع احترامي طبعا اللي بيعمل سندوتشات او مشروع بسيط او كده، هو كويس قوي ان هو بيعتمد على نفسه بيشتغل شغل شريف وايجابي، ولكن كمان فكره ان احنا برضو نشوف ايه العمل اللي هيبني مجتمعنا وهيحقق لنا اوكي نجاح ونجاح مادي وكل حاجه، بس فعلا كل حد عنده موهبه ومهاره معينه يعيد اكتشاف نفسه، يكتشف هو ممكن يدي بلده ازاي، يبنيها بجد، ان هو يقدم حاجه بناءه، يساهم في اختراع شيء، حاجه تغير تاريخ البشريه، والدوله عليها انها تحتضن ده وتحتويه وتديله كل الدعم. في برامج يا فندم كده مثلا عملوها القائمين على التنميه البشريه، سواء كانت دكاتره او مراكز نتقدم بيها مثلا، بس تكون يعني ما تضغطش برضو لا على ميزانيه الدوله ولا تضغط على وقت الدوله، مثلا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، بتعاون مع مؤسسات اخرى، اكتشاف الشباب، يطلعوا طاقتهم، مشروعاتهم، يعني يحطوا لهم، يحطوا حلول لمشكلات كتير موجوده في مصر. مثلا كنا احنا قريب عارضين برضو تقرير عن شباب ثانويه عامه تقريبا معا لمصر، شباب صغير جدا كانوا بيعرضوا مشكلات وحلولها، يعني هو مش بس بيقولوا عندنا مشكله كذا وكذا، لا، وكمان كان بيحطوا الحلول المتاحه اللي تقدر الدوله تنفذها، ما تبقاش حاجه فوق طاقتنا. ففي فمثلا عند حضرتك مبادرة برامج مثلاً هي فكرة ان احنا نعمل ملتقى للشباب او حاجات زي نوادي او مراكز الشباب، بس تكون بتقدم قيمة ثقافية. وهي فكرة احنا عندنا مكاتب، المكتبات اللي موجودة في يعني في كل انحاء الجمهورية، هي بتقدم حاجات ايجابية كتيرة جدا، بتستثمر طاقات الشباب. الشاب هناك بيروح يقرأ، بيروح يتثقف، بيمارس هوايات، وبيفرغ الطاقات الايجابية اللي جواه. فتبقى في حاجات جنبا الى جنب معاها في اكتشاف، يعني دايما يبقى في اكتشاف للمواهب اللي موجودة دي وكيفية استثمارها وتوجيهها من الطفل صغير والشاب، ان انا بحس ان انا بنقعد مع الشباب دي وبنفهم وجهات نظرهم، وبنقدر ان احنا نعيد اكتشافهم ونخليهم هم بنفسهم يكتشفوا نفسهم، زي ما حضرتك بتقولي ان هو بيقدم الحلول، ان هو بتبقى عنده رؤية، وممكن تكون رؤيته يعني هايلة جدا وعظيمة جدا، لان الشباب جواه حماسة وطاقة وحيوية واقبال على الحياة، جنبا الى جنب مع اهل الخبره بيكونوا المجتمع اللي بينهض فعلا بالوطن وبيقدم حاجات ايجابيه كتيره جدا. لان فكره ان انا الخبره بس بدون حيويه الشباب وطلاقتهم وفكرهم يعني اللي هو زي ما رجاء قال كده، احنا بنستغل الطاقات الايجابيه ونحن نتخطى بيها البيروقراطيه بقى، دي ما يبقاش في اي حاجه تعجز الشاب ان يوصل لاهدافه. طيب ايه السلوكيات اللي احنا ممكن يعني او نبقى عايزين ان شبابنا يكتسبها من بعد ما يكون اختلط بشباب بالعالم، يعني بلاد مختلفه، حضارات مختلفه، ثقافات مختلفه، حتى خلفيات دينيه مختلفه، ايه السلوكيات اللي احنا نبقى عايزينه يكتسبها او خايفين انه يكتسبها؟ لا، هو يعني اكيد الشباب دول مش هيبقى خايفين منهم، لان هم بيبقوا مجموعه منتقاه مثقفه واعيه، فمش هيبقى في مفاهيم مغلوطه عندهم او ان هم عندهم فراغ عقلي، بالعكس هم ناس يعني اعتقد يعني بيبقى كلهم منتقين. صحيح. ففكره لا، احنا عايزين نتعلم من بعض احترام المواعيد، يعني احنا عندنا برضو مشكله مع الاسف حقيقه في مصر، ان احنا فكره الوقت مهدر قوي قوي قوي، وبالتالي بتهدر معاه طاقه الشباب وطاقه الناس. محتاجين ان احنا نحترم قيمه العمل، ودي نقطه مهمه جدا. فكره ان احنا العمل ده شيء مقدس جدا عندهم بره، عشان كده هم نجحوا وعندهم المقاومات اللي بتقوم العمل ده، اللي هو انا بقول عليه مثلث له ثلاث اضلاع. المؤسسات اللي هي قايمه بتحدد الصلاحيات والواجبات والحقوق وكل حاجه، وكمان عندي العاملين، وعندي الضلع الثالث ومهم جدا فكره القوانين، القوانين اللي بتوضح الحقوق
كل حاجه وبتحسم القرارات عشان ما يبقاش في خلاف. فكره ان انا لو المثلث ده اضلاعه ثلاثة مظبوطه كل حد بيقوم بالواجب بتاعه بطريقه سليمه هتلاقي ان بيحصل نهضه كبيره جدا صحيح. في المجتمع. طيب سريعا بقى كده عايزين رسائل سريعه من حضرتك للشاب لمنظمات المجتمع المدني وكمان لمؤسسات الدوله. لو هكلم الشباب في الاول هقول لهم ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان التغيير الحقيقي لازم يبدا من جواك، ودي فعلا حقيقه. ان انا لو حتى المجتمع كله عمال يزقني عشان ان انا اعمل حاجه وانا جوايا احباط وسلبيه عمري ما هعملها، فلازم فعلا يبقى في عندك اراده وصبر وقوه وقدره على تحمل المسؤوليه ورغبه في التغيير، رغبه حقيقيه ورغبه فاعله ووعي وثقافه ومعرفه وان انت تقرا وان انت تحاول ان انت تغير صحيح. ان انت عندك تكتشف نفسك او تعيد اكتشاف نفسك، تعرف ايجابياتك وتستثمرها، تعرف سلبياتك وتحاول تتخلص منها وتقضي عليها. لو وجهت يعني للمجتمع المدني، المجتمع المدني هقول له ان انت لازم يكون ليك دور اكثر ايجابيه واكثر واقعيه في ان انت فعلا تحتوي الشباب دول بان انت تقدم لهم حاجات يعني فعليه على ارض الواقع، مش مجرد كلام وخلاص. لا احنا عايزين حاجه على ارض الواقع تستثمر الطاقات دي كل في مجاله. لو كلمت على المسؤولين مهم جدا يبقى في عدل، لان العدل ده هو اللي بيخلي الانسان عايز يشتغل. ان فكره غياب العدل او ان الاحاسيس السلبيه اللي بتنتاب الشباب نتيجه غياب العدل او ان مفيش فرص ومفيش احتواء ليهم، لا ده بيخليه عنده طاقات سلبيه كتير جدا. وحضرتك برضه ذكرتي حاجه مهمه جدا عن التقدير، تقدير الدوله النماذج. الاستاذه امل رضوان خبيره التنميه البشريه انت كنت مشرفانا النهارده ومنورانا. طيب احنا لسه مستمرين معاكم، بعد الفاصل هنتكلم على مبادره برضو شبابيه اخرى بعنوان بناء الانسان. خلينا يا اسما نروح فاصل ونرجع نشوف ايه هي المبادره دي.